الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الحاضرة. شوطنا 22 من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص مشاهدينا متابعين الكرام بالحجائج الجعدان لفئة الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. ينطلق هذا الشوط بتحدياته بانطلاقاته بهذه الأسامي الحاضرة في هذا الصباح. نسير بالصدارة نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة، اللي قاد المجموعة منذ البداية ياتي الليث لراشد بن علي بن راشد بن سرود المنصوري، يتقدم شعار المنصوري، ينطلق بتحدياته، الليث على الصدارة يليه مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التسلل، أرى التقدم في هذه اللحظات لظبيان لمحمد بن مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري ثالثا مشاهدينا متابعينا الكرام. يأتي أيضا مع هذا الانطلاق عجاج لسهيل بن سالم بن سهيل الأخيلي، ينطلق على مستوى المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع يتقدم مسامح لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، وعلى مستوى المركز الخامس تحديات النصر لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس على التحديات أيضا والانطلاق إلى مشغل لحمدان بن سعيد بن وهيد الدرعي، ياتي سادسا المركز السابع وصول وانطلاق من المشهر لمحمد بن سهيل بن دليلة العامري، وعلى مستوى المركز الثامن الاسم القادم في هذه اللحظات الشبابي لعبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني، تاسعا من الجانب الآخر انطلاقة شاهين لأحمد بن حميد بن علي الدرعي، ومع المركز العاشر، المركز العاشر وصول وانطلاق وتحدي أيضا في هذه اللحظات مع نيار بالشعار عوض بن نصيب بن عتيجة السبوسي، من ينطلق بدوره مع المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة مع الانطلاق أيضا والتحديات الحاضرة في هذا الصباح الجميل. شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذه التحديات الحاضرة، الصدارة والبداية والمقدمة، وظبيان على رأس الحربة محمد بن مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري، ولكن أرى التقدم في هذه اللحظات. ما شاء الله ما شاء الله، نتابع الوصول والانطلاق مع المشهر محمد بن سهير بن دليلة العامرياتي بتحديات المشهر، الليث مع المركز الثالث لراشد بن علي بن راشد بن سرود المنصوري، ولكن اللي وصل الفارس سالم بن محمد بن حمادي العباري بأول ندى يفاجئ الجميع بهذا الانطلاق بهذا التحدي. أهالي القطاع الجنوبي القادمين أيضا مع أشواط الإنتاج والمنتجين، سالم بن محمد بن حمادي العباري يأتي بتحديات الفارس، راح العفاري يتقدم ايضا في اللحظات الاخيره. ما شاء الله ما شاء الله، يقدم احلى عروضه الفارس سالم بن محمد بن حمادي العفاري، ولكن مع المركز الثاني نتابع ظبيان لمحمد بن مهنا الفزاري، المركز الثالث يصل يتقدم سراب لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي، ومن الجانب الاخر ولكن سلهود راشد بن علي بن رشيد الكتبي، ولكن منعود مع الفارس أشكرك العفاري مع هذا الأداء المتميز والعرض المثير اللي قدمه الفارس بمتابعة وانطلاقة سالم بن محمد بن حمادي العفاري. من يقدم الفارس؟ سلام سلام للوقت، سلام، اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز وبدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا لسالم بن محمد بن حماد العباري على فوز الفارس بالمركز الأول. المركز الثاني غازي خليفة بن سالم بن حلوكة، المركز الثالث جاء أيضا سراب لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي، المركز الرابع انطلاقة سلهود لراشد بن علي بن رشيد الاكتبي، المركز الخامس كان الدخول جماعي أو الفهد، من يصل مع المركز الخامس لحمود بن علي بن سعيد الوهيبي.
هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني والفارس بأربع دقائق 44 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسالم بن محمد بن حمادي العفاري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول والتقدم أيضا مع شعار بن حلوكة مع غازي، أربع دقائق 47 ثانية جزئين من الثانية توقيت الزمني، واللي وصل مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول ثالث المراكز بأربع دقائق 48 ثانية وثلاثي أجزاء من الثانية هو توقيت السراب. تهانينا لسعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي، تهانينا والناموس للجميع.